بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، مع درس جديد لمادة الحاسب الآلي الصف الثاني المتوسط الوحدة الأولى أشارك العالم. كنا أخذنا في الحصة الماضية أجهزة توصيل شبكات الحاسب، وكان بيتكلم على 5 أنواع. أول نوع يمكن إعداد شبكات الحاسب بوسائل مختلفة ونربطها الحواسيب معا. أول حاجة جهاز المودم، ويربط أجهزة الحاسب بخطوط الهاتف، تمام؟ زي ما احنا قلنا المرة الماضية ان هو بيربط ويعدل الاشارات الرقمية الصادرة عن عن الحاسب في البيئة الهاتفية، ويربط الحاسب سلكيا او لا سلكيا. تاني حاجة عندنا جهاز المبدل اللي هو اسمه سويتش، يربط بين عدد من أجهزة الحاسب ويستقبل الإشارات من الحاسب المتصل به، ثم يتعرف من خلاله على عنوان الجهاز المرسل اللي هو الاي بي فيرسل المحتوى. هنبدأ في مفهوم الشبكة العالمية الإنترنت. يعد الإنترنت من مستجدات هذا العصر التي لم تعرفها البشرية. بدأ الإنترنت كمشروع لربط أجهزة الحاسب التابعة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1969، ثم توسعت الشبكة بربط أجهزة الجامعات ومراكز البحوث والشركات وأجهزة الأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها، حتى أصبح يستخدم الإنترنت 40% تقريبا من سكان العالم. تعريف الإنترنت. إيه هو تعريف الإنترنت؟ الإنترنت ليس كلمة عربية، إنما هي كلمة إنجليزية مشتقة من كلمتين International Network، تعني الشبكة العالمية. وتعرف الإنترنت بأنها شبكة تربط بين شبكات وأجهزة الحاسب في العالم، زي ما احنا شايفين في الصورة تحت، جايب لنا صورة الكرة الأرضية، ومثلا واحد في السعودية بيكلم واحد تاني في دولة تانية أيا كانت، عن طريق ان هو يرسل إشارة وعبر القمر الصناعي توصل للشخص الثاني عن طريق اي بي ادرس. آلية عمل الانترنت. تعتمد الأجهزة المرتبطة بالانترنت على ارسال البيانات واستقبالها، ولذا فان كل حاسب متصل بالانترنت له عنوان زي ما احنا قلنا اي بي ادرس، يحدد عنوان الجهاز اللي انت قاعد عليه عند ارسال مثلا ملفات ايا كانت، هي صوتية ملفات نصية صور، بيتم ارسال الملفات دي الى جهاز اخر. ويتكون هذا العنوان من 4 مجموعات من الارقام بينهما نقطة، حيث تمثل رقم الجهاز ورقم الشبكة التي يرتبط بها. يعني مثلا رقم الجهاز اللي هو 6 ورقم الشبكة اللي هو 100. تمام يا شباب؟ يبقى
آلية عمل الإنترنت مربوطة بالآي بي أدرس، وهو اللي بيحدد موقع الجهاز على الإنترنت لإرسال الملفات لجهاز آخر، زي ما احنا قلنا من 4 مجموعات من الأرقام. مزايا شبكات الإنترنت. إيه هي مزايا شبكات الإنترنت؟ يزداد عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم باستمرار، ويستخدم من أعمار متفاوتة وفي دول مختلفة، والسبب يعود للمزايا المتعددة للشبكات الإنترنت. أول حاجة عندنا في المزايا: انخفاض تكلفة استخدام الشبكة وسهولة الارتباط بها. تمام، انخفاض تكلفة استخدام الشبكة وسهولة الارتباط بها. تاني حاجة عندنا الاشتراك في المصادر عبر الشبكة، مثل إمكانية الطباعة من أي جهاز في الشبكة، زي عندنا في الصورة دي مجموعة أجهزة مرتبطة بمودم أو سويتش، ومجموعة أجهزة تانية، وفي طابعات في النص هنا. تمام يا شباب، دي الاشتراك من مصادر عبر شبكة. ثالث حاجة زيادة الاعتمادية، فإذا تعطلت إحدى الطابعات يمكن استخدام طابعة أخرى عبر الشبكة. رابع حاجة سهولة التواصل مع الآخرين بطرق مختلفة باستخدام بعض البرامج التواصل عبر الإنترنت، زي عندنا تويتر والفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب وتمبر وأي موقع تواصل اجتماعي آخر، كل ده مربوط بالإنترنت. خامس حاجة عندنا سهولة الوصول للمعلومات وتحديثها باستمرار، وسادس حاجة تعدد اللغات المستخدمة في الشبكة، وآخر حاجة عندنا تعدد الاستخدامات في جميع المجالات. يبقى مزايا الشبكات الإنترنت عندنا 7 مزايا. تمام، أول حاجة انخفاض التكلفة، تاني حاجة الاشتراك في المصادر، ثالث حاجة زيادة الاعتمادية، سهولة التواصل، سهولة الوصول للمعلومة، تعدد اللغات المستخدمة، تعدد الاستخدامات في جميع المجالات. أضرار استخدام الإنترنت. أول حاجة عندنا الإنترنت من وسائل الحديث التي سهلت شؤون الحياة، ولكن ظهر بسبب سوء الاستخدام أضرار. أكيد عندنا الحلو وعندنا الوحش، يعني عندنا مزايا للإنترنت وفي أضرار للإنترنت. أول ضرر عندنا وجود المواقع السيئة، حيث يوجد في الإنترنت مواقع سيئة لأغراض متعددة هدفها هدم الدين والخلق وتقويم هيئة الاتصالات، وتقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بحجب هذه المواقع. دي طريقة الحجب لو أحد دخل على أي موقع غير أخلاقي. تاني حاجة ضعف أمن المعلومات، إمكانية التعرض مستخدمي الإنترنت لاعتداءات معلومات زي الهاكر، اختراق المواقع، سرقة المعلومات أو الحسابات المصرفية. ويمكن تأمين الكلام ده بوسائل أمن المعلومات اللي هي بالإنجليزي سايبر سيكيورتي. ثالث حاجة عندنا ضعف الدقة في المعلومات، وذلك نظرا لطبيعة الإنترنت التي تسمح للجميع بإضافة معلومات دون تدقيق، وهو ما يسهم في انتشار الشائعات والمعلومات غير الصحيحة. تمام يا شباب، يبقى ثالث حاجة عندنا ضعف الدقة
في المعلومات. رابع حاجة عندنا اختلف الأجهزة والبرمجيات، وذلك بسبب الفيروسات اللي بتتنقل عبر البريد الإلكتروني أو تحميل ملف، ويمكن حمايتها ببرامج مكافحة الفيروسات وتحميلها وتحديثها باستمرار. خامس حاجة عندنا إدمان الإنترنت، وذلك باستخدام الإنترنت لوقت طويل وبدون فائدة، الأمر الذي يسبب الأضرار الاجتماعية كضعف التواصل مع المجتمع، والأضرار الصحية كآلام العين واليدين. في بعض الناس بيجوا يقعدوا يا شباب على الإنترنت بالساعات، وده غلط يا شباب. المفروض إن هو ليه وقت معين واستخدام معين، أكتر من كده بلاش. أمن المعلومات Information Security. أمن المعلومات طبعا طعم الحياة، بلا أمن فلا يوجد طعم لها أكيد، فكذلك لا يوجد قيمة للإنترنت بلا أمن المعلومات. فالإنسان في حياته يحرص على الأمن في نفسه وماله، ويبذل ما يستطيع تحقيق ذلك ومع تطور الحياة باستخدام الإنترنت وتبادل المعلومات، فإن من المهم الحفاظ على أمن المعلومات. تعريف أمن المعلومات هو الحفاظ على سرية المعلومات وسلامتها وعدم تعرضها للسرقة والضياع. وهنقف هنا شباب إن شاء الله، درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.